بكم مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. بطريركية الروم الأرثوذكس تسترجع أرضاً على الضفة الغربية من نهر الأردن. مرسلات المحبة في المملكة يحتفلن باليوبيل الذهبي لخدمتهن. إجراءات صارمة في الأردن بحق مخالفي أوامر الدفاع. وزير السياحة الأسبق عقل بلتاجي ضيف برنامج عين على المشرق. وفيها أيضاً التعليم المسيحي للشبيبة ضمن حلقة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. بمناسبة اليوبيل الذهبي لخدمة راهبات المحبة في المملكة، ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الاحتفالي الذي أقيم في مركز دار السلام بعمان بمشاركة المطران سليم الصايغ. وقد تأمل المطران الشوملي في عظة القداس بإنجيل القديس متى وفي من هي أسرة يسوع المسيح الحقيقية، كما تطرق سيادته إلى الأخوة الروحية التي تجمع الراهبات، حيث ربط بين مفهوم الأخوة ومفهوم الخدمة ورسالة المحبة التي وصف بها رسالة الرهبنة التي تقوم عليها مرسلات المحبة راهبات الأم تريزا، فهن الأم والأخت لكل محتاج للخدمة في دار السلام للعناية بكبار السن. وفي نهاية الاحتفال الذي حضرته الرئيسة الإقليمية للرهبنة الأخت شارون ماريا ومسؤولة الدير في عمان الأخت لوسي ماريا وعدد من الأخوات الراهبات والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن التي أدارت الترانيم بمرافقة العازف شريف لطفي، بارك السادة الأساقفة كعكة اليوبيل في أجواء من المحبة والألفة. في إطار سعي الكنائس لاستعادة أملاكها في الأراضي المقدسة، استرجعت بطريركية الروم الأرثوذكس أرضاً ملاصقة لدير قصر اليهودي على الضفة الغربية من نهر الأردن. وبعد استعادة تلك الأرض، تنوي البطريركية ترميم المزار المقام عليها لزيادة فعالياتها وتجهيزها لاستيعاب الحجاج ورفع مستوى الخدمات السياحية فيها. كما تسعى جميع كنائس الأراضي المقدسة حالياً لاستعادة كافة أراضيها إلى جانب عدد من الأديرة التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي في أعقاب حرب عام 1967، حيث تتعاون الكنائس قاطبة في هذا المجهود على الصعيدين الدولي والقانوني. ترأس الوكيل البطريركي في شمال الأردن قدس الأرشمندريت فينيديكتوس كيال خدمة القداس الإلهي الاحتفالية التي أقيمت في كنيسة الروح القدس بعجلون بمناسبة أحد متى السادس بمشاركة قدس الأيكونوموس غريغوريوس الريحاني وبحضور جمع من المؤمنين من أهالي المدينة. وقال قدس الأب كيال في عظة القداس إن الروح القدس وعلى لسان البشير متى يحدثنا عن معجزة أذهلت الجميع، وهي لا تتمثل فقط بكونها تظهر سلطان المسيح على جسم الإنسان بل أيضا على غفران خطيئته. البشير متى اليوم في الإصحاح التاسع بيخبرنا في هاي الأعجوبة، ولكن البشير مرقس في الإصحاح الثاني بيحكي عن هاي الأعجوبة كمان، ولكن يعني تفصيل أدق شوي. فإذا بناخذ من البشير مرقس بيقول إنه الرب يسوع المسيح كان موجود في بيت في مدينته، مدينته شو هي؟ الناصرة. وكان وين بيكون الرب يسوع؟ دائما بيكون في جمع كتير، دائما الناس بتكون موجودة حواليه، دائما الناس بتكون بتزاحم وبتخانق وبتدافش حتى انها تكون قريبة من الرب يسوع، حتى انها تشوف شو رح يعمل الرب يسوع، حتى تسمع شو رح يحكي الرب يسوع. ففي هذا البيت ما كانش في محل لحد انه يطلع او يدخل، وكانوا في 4 أشخاص حاملين إنسان مخلع مشلول. كان الوضع صعب إنهم يفوتوا، بس كانوا بدهم الرب يسوع، كانوا عارفين ومؤمنين بأنه الوحيد اللي رح يشفي هذا المخلع هو الرب يسوع. فما خلوا صعوبة الوصول لداخل المنزل إنها تعيقهم، أو حتى لما الناس أجوا بدهم يفوتوا
كشوهم، أو لما لقوا الشبابيك إنها صغيرة وما بتوسع إنه يفوتوا منها. كل هاي الصعوبات اداركوها وطلعوا وهن حاملين هذا المشلول على سطح المنزل، وفتحوا السطح ودلوا المشلول في الغرفة اللي كان فيها الرب يسوع المسيح حتى يوضعوا هذا الإنسان المريض أمام الرب يسوع. هذا كان إيمان هدول الأشخاص الأربعة، وكان إيمان هذا الإنسان المشلول أنه يسوع هو الذي سوف يشفيني. وكانت الناس الكتير الموجودة شايفة إشي واحد، في واحد عم بينزل من السقف، المريض المشلول اللي منعرفه ابن فلان اللي ساكن جنب فلان في الشارع الفلاني. هذا الإنسان المريض المشلول. بس اللي ذهل اليهود كانت إجابة وردة فعل الرب يسوع اللي بيشوف خفايا القلوب، مش بس الظاهر، مش بس القشرة الخارجية، ولكن بيشوف الرب يسوع المسيح القلب. شو في جوا؟ شو في جواك؟ شو في جواكي؟ شو الألم اللي إحنا منحس فيه؟ فعرف الرب يسوع إنه هذا الإنسان مش بس مريض جسدياً ومشلول، ولكن هو مريض روحياً، مريض بالخطيئة. الخطيئة في قلبه بتوجعه، بتغزه، قلبه مجروح من هاي الخطيئة. فمشان هيك قال له: يا بني مغفورة لك خطاياك. لما شاف الجمع وسمع هذا الحكي انه يا معلم شو بتحكي، هذا الزلمة مشلول، بدل ما تشفيه بتقول له مغفورة لك خطاياك؟ بعدين مين انت مشان تغفر لإنسان خطاياه؟ قديش كانوا قريبين من المسيح ولكن لم يستطيعوا إنهم يفهموا ولا يشوفوا الإله الرب المخلص يسوع المسيح المسيا المنتظر، لأنه كانوا بيستنوا مسيا آخر، بيستنوا مسيح شكل تاني، ملك ومخلص من الاحتلال للشعب اليهودي، أقوى وعنده جبروت أكبر. فهذا الإنسان ابن النجار ما كان عجبهم، ولكن حتى فهمهم الرب يسوع المسيح بالسلطة الإلهية اللي كانت بإيده، لأنه هو الإنسان الإله يسوع المسيح، شفى الإنسان من خطاياه، وبعد هيك شفى الإنسان من مرضه الجسدي. وفي الختام تقدم قدسه بجزيل الشكر للرعية على حرصهم الدائم على المشاركة بالذبيحة الإلهية، متمنياً البركة والنعمة للجميع. أصدرت مطرانية الروم الأرثوذكس كتاباً جديداً بعنوان محبة الله تهز الأرض، والذي قام بترجمته قدس الأيكونومس إبراهيم دبور. ويتضمن الكتاب إجابات روحية على تساؤلات الناس حول أسباب الهزات العنيفة التي تضرب بعض المدن والمناطق في العالم، إن كانت ناتجة عن غضب الله على الناس بسبب خطاياهم، أم أنها مجرد ظواهر طبيعية تحدث في كل مكان. ومن جهته أثنى سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس على جهود الأب دبور في ترجمة هذا الكتاب الذي يعرف الشعب المؤمن بإرادة الله في كل ما يحدث. خلال استضافته على برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك، قال وزير السياحة والأثار الأسبق عقل بلتاجي إن السياحة الدينية كانت همه الأول منذ تسلمه حقيبة الوزارة،
مستذكرا قصة اعتماد المقطس كموقع حج مسيحي في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال. كما تناول الضيف العديد من المحطات في حياته عندما كان أمينا لعمان ومديرا للملكية الأردنية ورئيسا لمفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وغيرها من المواقع. كيف لي أن لا أحب عمان والأردن والأردنيين وقد تبناني الأردن 3 مرات، في 48 مع عائلتي مع الهجرة، وفي 67 عند في 69 عندما عدت من الاغتراب لأعمل في الأردن، ومن المرة الثالثة أنني تبوأت المناصب العدة ولربما أهمها لعمان أن أكون خادم عمان الأول. أما قضية غزية المولد فهي غزة هاشم، وأن أكون في عمان في عاصمة الهاشمية، فهذا شرف كبير. ومن هنا يأتي الشغف، الشغف يأتي عندما تنتمي وتأتي إلى أرض طيبة. يعني موضوع المغطس بالذات سيدي، فلولا حكمة الراحل العظيم الحسين رحمه الله والنظرة الثاقبة للمغفور الملك الحسين لما كنا فيما نحن فيه الآن. فعندما تبين لنا حقيقة الأمر وحقيقة الموقع في بدايات عام 98، طبعا من قبل كنا ننقب لكن بال 98 تحقق لدينا ذلك وتأكدنا من ذلك ووثقنا ذلك. جئت إلى دولة الرئيس عبد السلام المجالي أطال الله في عمره وقلت له: يا دولة الرئيس، أنا وزير سياحة معية دولته، عندنا هيك هيك هيك، وأكمل الجزء من الحفريات، لكن أتممنا التحقيقات بأن هذا هو الموقع. فقال الخطوة الثانية، قلت له أن نضع جلالة الملك بالصورة، لأني رتبت أن أكون بالفاتيكان في شهر 5/98، إحنا في شهر 4 كنا. قال لي: على بركة الله. قلت له: مشان تحكي مع سيدنا؟ قال لي: لا، أنت روح احكي. شوف الثقة. رحلتك في عالية، شركنا بأبرز مفاصل هذه الخبرة. البدايات كانت ب69، وبطريق الصدفة التقيت علي غندور، وكنت في البنك العربي، والمرحوم خالد شومان كان وظفتي في البنك العربي، فقال لي: لا لا، أنت لازم تيجي على العالية. قلت له: بس أنا في البنك العربي. قال: أنا على التليفون الآن، هذا خالد شومان عضو مجلس ولازم يعرف أنه من مصلحتنا. أنا طبعا الخلفية عندي إدارة المطارات في المملكة العربية السعودية، نعم، مع وزارة الدفاع ومع أرامكو قبل ذلك، قبل ذلك حقيقة، نعم. الآخر سنين، نعم، كانت ففيها الخبرة هاي والاطلاع. فالتحقت بعالية، ومن ثم بدأنا نكبر مع بعض ونبني، وكنا ننهل من رؤية المرحوم الملك حسين. كان يريد أن يكون الأردن الانكيوبيتر، الحاضنة للطيران، الطيران التجاري، الطيران الحربي، طيار هو كما كان. فبالتالي كان هذا الحافز، وأراد أن تكون هنالك جسور مع العالم والجسر مع العالم لبلد مثل ما نقول، يعني لو ما الثغر الباسم، احنا لاند لوكت، احنا يعني ما فيش بلد داخلي، نعم. فكان لهذا البلد الصغير ان ينطلق، لانه رسالته الكبيره رساله الثوره العربيه الكبرى، رساله الانسانيه. التعليم المسيحي للشبيبه كان مدار نقاش وبحث في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتوره باسمة السمعان بمرافقه روحيه من الابجور شرائحه، حيث تركز الحوار مع ضيوف البرنامج على أثر هذا التعليم المستمد من الكتاب المقدس
وحكمة الآباء على حياة الشبيبة من مختلف الأعمار، حيث أكد المشاركون على ضرورة حصول جميع طلاب المدارس على حصص في التربية المسيحية، لا سيما المدارس الحكومية والمدارس الخاصة العلمانية، لما في ذلك من أثر على أخلاقيات الأسرة المسيحية ومستقبلها. وشارك في الحديث كل من الأب إبراهيم نفاع والأب أيهم زيدين والسيدين رائد البهو وطارق حجازي. فإلى هناك، لازم نعرف أنه كل تعليم الكنيسة هي تعمل على السمو والارتقاء بطبيعتنا البشرية وتجعلها أكثر متحدة بالطبيعة الإلهية. فمن هون بوجه أول نصيحة للشباب أنه نعرف أنه نظرتنا لازم تكون إيجابية نحو التزامنا بتعاليم الكنيسة وأنظمتها وقوانينها. جميل. النقطة الثانية أبونا ممكن نحكي فيها أنه في جيل اليوم بسعى دائما حول الحرية، ولكن بينسى أن الحرية مرتبطة بإيش؟ بالمسؤولية. والإنسان الحر هو القادر أن يفعل الخير، ولا يمكن أن نعيش اليوم كبابنا يعيشوا تعليم الحرية المطلقة خنقول أو المسؤولية الكاملة إذا ما كان ملتزم بالتعليم المسيحي وبالتعليم الكنيسي، لأن الإنسان الحر هو وحده فقط القادر أن يصنع الخير. يعني صار في لقاءات ونشاطات يعني متنوعة. نعم. يعني شملت جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والروحية. نعم. وغيرها يعني، ومن ضمن النشاطات هاي التعليم المسيحي، العمل في مجال التعليم المسيحي، يعني تم تزويد الشبيبة بمناهج تعليمية. حلو. تخص كل فئة حسب الأعمار. جميل. هذه يعني التعليم يعني بدأ من قصة الخلق. نعم. للصغار وصور توضيحية. نعم. وانتهت بشروحات للإيمان والعقائد المسيحية، هذا ما تكلم عنه السيد رائد البهو. نعم. قبل قليل. نعم مزبوط. يعني إلى جانب عمل البعث البابوي الكبير أيضا اهتموا بالتعليم المسيحي. طبعا إحنا مسؤوليتنا هي الأردن والعراق. نعم. وهذا المخيم أنشئ بعد 2003 بعد الحرب العراقية، كان نعم. الهدف إنه استقطاب أطفال أردنيين. نعم. وأطفال عراقيين. نعم. وينعمل مخيم مشترك معهم، كان الهدف بالأساس كل المؤسسات بتهتم كيف إنه تعطي أغذية وتعطي صحة، هذا بالإضافة للاهتمامات كان اهتمامنا إنه كيف نخليهم يندمجوا بالمجتمع الموجودين فيه. يعني أنت تخيلي طفل عراقي جاي للأردن ما له أصحاب بعيد عن أهله، فهذا المخيم كان هدفه الأول إنه يجمع هؤلاء الطلاب العراقيين مع إخوانهم الأردنيين ويعملوا صداقات، يعني يعيشوا بالحياة الطبيعية. وبنفس الوقت كان إنه في دور للتعليم المسيحي موجود فيه، لأنه بتعرف اللي بطلع من حرب أو أي صعوبة دائما سؤاله ليش يا ربي صار فيه. فإحنا هذه دعوات اللي بتصير بدنا نحاول نعملها عن طريق التعليم المسيحي، كيف ربنا بجربنا وكيف ربنا بيساعدنا على نتغلب على هذه العوائق. وأيضا هذه المخيمات ساعدتنا رغم أنه ما كانش هدف من أهدافها أنه إذا في أي مشاكل نفسية، وأكيد راح تكون للأطفال خلال الحروب، أنه تنحل عن طريق مثلا رسمة، عن طريق الفن، لما يرسم نوديها لمحللين يعني وبيعرفوا مثلا فرضا مش حاطط صورة أبوه أو حاطط صورة أي شيء ثاني، فبتتحلل أنه عنده مشكلة إنسانية. نعم. هذا المخيم مشى يمكن أكثر من 20 سنة لهلأ، وكل سنة مستمر، اسمه مخيم البعثة البابوية، ونعمل نعم. بأكثر من مؤسسة لأكثر من جهة. مكان، ولا أسبوعين تقريبا، هو مخيمين أسبوع لكل مخيم. هذه السنة للأسف بسبب طبعا القيود الحكومية وعدم التجمع كان ما فيش مجال إنه نعمل هذا المخيم، بس هلأ عمالنا بنعمل أونلاين زي ما حكيتي، وهذا فتح باب جديد للعالم. يعني التعليم المسيحي طبعا إحنا بالنسبة إلنا مش بس تعليم مسيحي، وعندك مدارس الأحد، عندك نعم. مخيمات صيفية، وعندك مراكز الشبيبات وتجهيزها. يعني مركز نعم. الشبيبة هلأ بدك تجهزيه، بدك كاميرا، بدك أوفرهيد بروجيكتور، بدك سمارت بورد، كل اللي هدول احنا مستعدين نجهز طبعا حسب الامكانيات. يعني اللي ما بنقدر نساعده هاي السنه ممكن نساعده السنه الجاي. نعم. بس اي شيء
بهذا الأمور زي ما حكيت لك هدف رئيسي للبعثة البابوية وندعم لأقصى حد ممكن. الشبيبة زي ما بتعرفوا هي حركة علمانية يعني بيقودوها شباب اللي بيأسسوا فيها شباب تحت مظلة روحية طبعا بتفويض من الكنيسة يعني بتفويض من الكاهن المرشد تقام هذه الحركة وتقام الأنشطة. زي ما بتعرفوا كمان هاي الفرق الموجودة بالأردن برعاية اللاتين تشرف عليها الأمان العام للشبيبة المسيحية اللي متأسسة أكثر من تقريبا 33 سنة من نهاية الثمانينات وهي بتتكون من أعضاء علمانيين عندهم خبرات روحية خبرات في القيادة والإدارة وأيضا معهم مرشد روحي بتابع هالمسيرة هاي وكل سنة الأمان العامة بتطلق شعار روحي محدد خلينا نحكي من الكتاب المقدس وبتطلب من الفرق الموزعة في المملكة أنهم يسيروا مسيرة مشتركة أقل ما فيها بنعرف إحنا عنا بيئات مختلفة في الأردن عنا أرياف عنا قرى عنا مدن متحضرة عنا رعاية هيك متماسكة رعاية خلينا نحكي كبيرة. متنوعة قدر الإمكان بين كبير وبين صغير بالحجم الجغرافي والحجم السكاني في عدة مصادر طبعا بيأخذوا منها مسؤولين الشبيبة المواضيع اللي بيعطوا فيها الاجتماعات بيقوم المسؤولين في كل رعية طبعا بتحديد الاحتياجات الشبيبة يعني الاحتياج الروحي النفسي الاجتماعي للأعضاء حسب الفئة العمرية وبيقوموا بعرض هاي خلينا نحكي المواضيع ضمن خطة على الكاهن اللي هو المشرف المرشد الروحي والمشرف على الحركة إما الكاهن أو الراهب أو الشماس حسب الرعية. المصادر الأساسية طبعاً للاجتماعات بتكون الكتاب المقدس وكتاب التعليم الكنيسة الكاثوليكية وأيضاً اليوكات إذا سمعتوا عنه هو موجز أو ملخص التعليم الكنيسة الكاثوليكية وأيضاً بيعتمدوا اليوم شبابنا وخاصة الشباب الصغار المسؤولين الصغار عندهم مهارات البحث والتحليل عالية جداً فهم بيعتمدوا على المواقع الإلكترونية حتى يحصلوا على خلينا نحكي مواضيع معينة هاي المواقع طبعا هي تتبع للكنائس الكاثوليكية والكنائس الرسولية طبعاً. نعم وخلينا نحكي الجمعية الرهبانية اليسوعية وبيعتمدوا على كتبها بشكل كبير نعم. والأمان العام بتوفر بشكل مستمر نعم. الكتب والمصادر لمختلف الفئات العمرية. أعلنت وزارة الصحة الأردنية أن الجهات المختصة ستكثف جهودها مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق مخالفي أوامر الدفاع خاصة ما يتعلق بإقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصاً وحذرت الوزارة من أي ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامة والوقاية في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالمياً وعودة تفشي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة. أصدر المعهد الإكليريكي في بيت جالا التابع لبطريركية القدس اللاتين بياناً قرر فيه تعليق الدراسة للعام الدراسي القادم. جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مؤخراً كهنة المعهد برئاسة الأب يعقوب رفيدي لمناقشة مسيرة المعهد خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية والظروف الصحية التي تمر بها الأرض المقدسة والتي فرضت على العالم واقعاً جديداً يشمل كافة نواحي الحياة اليومية. وأورد البيان عدة أسباب لهذا القرار أهمها عدم مقدرة طلبة المعهد القادمين من الأردن الحصول على التأشيرات اللازمة لعودتهم إلى بيت جالا خاصة في ظل استمرار إغلاق الحدود والمعابر بين الأردن وفلسطين بسبب الأوضاع الصحية والوبائية في المنطقة. أشادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بدعم الحكومة الأردنية لبرنامج التعلم في بيئة آمنة والذي يهدف إلى إنهاء العنف اللفظي والجسدي ضد الأطفال داخل المدارس وخارجها. وأشار البيان إلى حصول الأردن على المرتبة الثانية عالمياً في هذا المجال. ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إن الوزارة تتفانى في خلق بيئة تعليمية آمنة وداعمة في جميع مدارس المملكة كما تسعى إلى توفير بيئة مراعية للفوارق الاجتماعية بين الأطفال لغاية تعزيز السلوكيات الإيجابية وحماية صحة التلاميذ البدنية والعقلية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل الختام هذا تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. بطريركية الروم الأرثوذكس تسترجع أرضا على الضفة الغربية من نهر الأردن. مرسلات المحبة في المملكة يحتفلنا باليوبيل الذهبي لخدمتهن.
التعليم المسيحي للشبيبة ضمن حلقة من برنامج صباحكم نور. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.